بيسعدنا انه مره ان احنا نزقط شيرين ابو عاقله الاعلاميه المتمرسه، بنقدر نقول المخضرمه بس بدناش نكبرك عمرا، بس بنكبرك تجربه يعني. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا ربي. كيف الصحه؟ الحمد لله كل شيء تمام، نشكر الله. يعني رغم الجيش ورغم الكلاب ورغم كلاب الكلاب ورغم الخياله جاي تقعدي على الدرج؟ قاعدين والله. احنا في حاله ترقب دائمه، بتعرف الصحفيين احنا لا بنهدى بعيد ولا برمضان ولا باجتياح ولا بجائحة ولا بمنع تجول، فإحنا جايين نراقب يعني. إن شاء الله الأمور رائقة، إن شاء الله الشباب يكونوا يعني الناس مبسوطة في شهر رمضان. يعني أنا بنت القدس أكيد. والقدس بتحزن صراحة، لأنه لا بيقدر يوصلها ابن الضفة ولا ابن غزة ولا حدا من برا، فوضع القدس مخنوق جدا. انك تشوف في شويه حركه والناس تقدر تتحرك وهذا المشهد باب العمود انه الناس موجوده بشرح القلب، لانه صراحه هم غايتهم يفضوا هاي المنطقه. فلما انت بتشوف شباب وصغار واطفال وناس عمالها بتيجي وبتشتري، كل ما صار في اقتصاد وكل ما صارت الناس تشتري اكثر، هذا بثبت كمان اهل القدس، بثبت التجار، ما بدنا محلات تسكر. أكيد. احنا والله انا بقول يا شيرين هذا المشهد القعده هاي لحالها بتقهرهم. بالضبط. حتى لو شوفوا لو بيلعبوا فوتبول، لو بيغنوا، لو بكذا، وكون وجود اي فلسطين على الدرج هون لحاله بقهر، لحاله مقاومه. يفضوا الدرج، بحاولوا يفضوا البلد القديمه، بحاولوا المحلات تسكر والناس تهرب من القدس. فكل ما بتشوف في حركه هذا بحد ذاته، يعني انا بقول وجود ابن القدس في مدينته هاي معركه بحد ذاتها. صحيح. يعني مش بحاجه لاكثر من هيك، يعني مجرد ما انت قادر مع كل اللي حكيته، المخالفات والضرائب والتضييق وسمت البدن، انه يضل موجود هون، هذه لنا مكسب. هذا البرنامج اسمه ناس وحراس. والله اعجبك الاسم والله. واكثر حراس على مدينه القدس هي اهلها. بالضبط، عشان هيك احنا اسميناه ناس وحراس، هم ناس المدينه وحراسها. على اكتافهم تقوم المدينه، وهم ايضا يعني الدائمون لها ما دام الدهر. يعني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تضلها. وكل عام وانتم بخير للجميع. بنحكي الاعلاميه العاقله شيرين ابو عاقله، بنقول لك كل عام وانت بألف خير. خير يا رب. وان شاء الله كل رمضان وكل يوم وكل مناسبه نشوفك على هالدرجات، والناس تتمتع برمضان روحانيا واجتماعيا واقتصاديا. كل عام وانت بخير، وانتم بألف خير، وكل اللي عمالهم بيشوفونا بألف خير، واهلنا وشعبنا بألف خير.